السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله هذه الوجوه، وحي القلوب التي تبحث عن الأمن والطمأنينة، وتبحث عن بناء مستقبل للبحرين، مستقبل مشرق، مستقبل يعيش فيه أبناؤنا وأحفادنا وهم آمنون مطمئنون على هذه الأرض التي أكلنا من خيرها وكنا في ثراها، ونريد أن تكون جثثنا فيها. هذه هي البحرين التي تجمعنا، هذه هي البحرين التي نفديها بكل غال حتى آخر قطرة من دمائنا. بالروح بالدم نفديك يا بحرين، بالروح بالدم نفديك يا بحرين، أخواتي إخواني، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المواطنون الكرام، أول كلمة أقولها لكم جميعا يا أهل الفاتح، يا شعب البحرين الطموح، يا شعب البحرين الأبي، نساء ورجالا، شابات وشبانا، يافعين وأطفالا، أقول لكم لا تقفوا عند آلامكم فتخور وتضعف قواكم، لا تجعلوا هذه الآلام سببا لضعف القوى عن بناء مستقبلنا، فمستقبلنا محتاج إلى كل قوة فينا من أجل المستقبل الزاهر ولمواجهة الصعاب التي تمر بنا. املأوا نفوسكم آمالا كبيرة وأحلاما عريضة لمستقبل واعد ووطن آمن وعمل مستمر للخير والوفاء والعطاء. ثقوا في أنفسكم، وازرعوا الثقة في أولادكم ومن يكون حولكم، فقد أثبت الله تعالى لكم أنكم قادرون على حماية بلدكم، ومطلوب منكم الآن أن تستمروا في بنائها وتعلوا مكانتها، فأنتم ونحن جميعا محاسبون أمام الله تعالى عما نعمل في دنيانا لنصلح في الأرض ولا نفسد فيها. اطمئنوا، فإن المصيبة والأزمة التي لا تقتل من وقعت عليه تقوي صاحبها وتجعله أكثر حزما، وقدرة وخبرة وحنكة وبصيرة. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون كما أمرنا ربنا جل جلاله. أيها المواطنون الكرام، كان اجتماعنا في الفاتح يوم 21 فبراير قدراً ربانياً لم نكن نحلم به ولم يكن مخططاً له من قبل، وكان لزاماً علينا أن نتعاهد على حماية الوطن من كل الأخطار المحيطة به، وأن نعمل من أجل النهوض به وتحقيق أمنه واستقراره، لنتمكن جميعاً من النهوض به وإصلاح جميع جوانب حياة الإنسان
الذي يعيش على أرضه. أمام المستجدات الحاضرة، وبعد أن استمعنا من يومين إلى تقرير المستشار محمود شريف بسيوني رئيس اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في حفل تسليم التقرير، وبعد أن قرأ بعضنا التقرير لمعرفة المزيد من التفصيل، وبعد أن استمعنا إلى تعليقات كثيرة من المواطنين، تداعينا اليوم إلى لقاء الإرادة الوطنية لنعبر عما يجول في الصدور وفي العقول. تداعينا لنقول للناس: قولوا رأيكم من غير خوف أو وجل، حددوا مواقفكم من كل ما يجري على المستوى السياسي والأمني في البلاد، سواء ما يقدم عليه النظام من سياسات وإجراءات وتدابير، أو ما تقوم به القوى الأخرى وفي مقدمتها القوى السياسية الفئوية الطامحة إلى الحكم وبالإرادة المنفردة. لا لا للتهميش، لا لا للتهميش، لا لا للتهميش. في هذا اللقاء نشرح بعض القضايا المهمة التي تتعلق بالتقرير. أولا، فيما يتعلق بالتقرير، هذا التقرير قامت به لجنة معروف أصحابها دوليا، مقبول قولهم على مستوى المنظمات الدولية، نشكرهم على جهودهم التي قاموا بها، وإن اختلفنا معهم في بعض الأمور لكن يستحقون الشكر. في هذا التقرير عدد من الإيجابيات التي لا بد أن نذكرها. أولها، حقق هذا التقرير للبحرين سمعة طيبة ونوعا من الحماية من التدخلات الدولية غير البريئة في شؤوننا المحلية. نتكلم عن حقوق الإنسان الدول الكبرى، لا لأنها هي تحترم حقوق الإنسان، وإنما لكي تضغط على الدول التي تريد أن تجعلها في ركابها، أن تكون خادمة لها. في إيران انتهاكات لحقوق الإنسان يوميا، هل تكلمت أمريكا عنها؟ هل تكلمت بريطانيا عنها؟ لكنهم يتكلمون عن حقوق الإنسان في البحرين متى؟ في وقت الأزمة، بينما هناك في الأوقات العادية انتهاكات لحقوق الإنسان. أهل السنة منتهكة حقوقهم كلها، لماذا لا يتكلمون عنها؟ لكن الدول الاستعمارية والدول الكبرى تستخدم حقوق الإنسان من أجل التدخل في شؤون الدول، لأنها لم تنس حتى الآن مرحلة الاستعمار التي كانوا يهيمنون فيها على هذه الدول، واليوم يريدون أن يتدخلوا في شؤوننا عن طريق المنظمات الدولية التي تكون وسيلة للأمم المتحدة. ثم من الذي يقوم بالعمل؟ أمريكا وبريطانيا والدول الكبرى. تصبح المنظمات الدولية وسيلة لتمكين تلك الدول في مقدرات الشعوب. لكن أثبت التقرير أنه لا توجد خطة ممنهجة من الدولة ضد حقوق الإنسان في البحرين، وهذا نعتبره نصرا بعد أن ملأوا العالم بالأكاذيب عن انتهاكات حقوق الإنسان. ثانيا، التقرير أكد أن الاحتجاجات التي صارت في البحرين لم تكن من الثورات العربية كما يزعم البعض، وإنما هي احتجاجات فئوية وليست من الوطنية في شيء، وإنما كانت احتجاجات طائفية من الدرجة الأولى. وهذا ما نحب أن نوصله إلى الدول الكبرى وإلى الدول، خاصة الدول العربية التي كانوا يظنون أننا في حرب على فئة من فئات المجتمع،
ولكننا اليوم سوف نرى أن هذا التقرير يخدم البحرين، وإن شاء الله تعالى كلنا عندما نذهب إلى أي دولة سوف نثبت بهذا التقرير أن الأكاذيب كانت أكبر من الحقائق بكثير. ثالثاً، أكد التقرير على الاعتداءات العنصرية والاعتداءات الطائفية من قوى التأزيم التي وقعت على المواطنين من الطائفة السنية ومن الوافدين والعمال الأجانب. هذا الذي حدث، الكراهية البغضاء نتيجة طبيعية لثقافة الكراهية والبغضاء التي تغرس في نفوس أطفالهم وأتباعهم في مؤسساتهم الدينية وأيام المناسبات الدينية وتجمعاتهم. ضد من؟ ضد من يجمعهم وطن واحد ويعيشون معا ويتعاملون معا. كانت الأيدي جميلة وكانت الوجوه باشية والألسنة حلوة، وبين عشية وضحاها قلبوا علينا ظهر المجن. هل كان هذا أمر دبر بليل؟ هل كان بين يوم وليلة؟ لا، إنها نتيجة تربية موجودة في المآتم وفي المناسبات الدينية وغيرها. ضد من؟ ضد من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ضد من؟ ضد من يقول نحن مسلمون مثلكم. لكنهم للأسف الشديد ليسوا كلهم، ولكن المعزمون لا ينظرون إلينا على أننا متساوين معهم، لا، هم يظنون نفسهم المؤمنين ونحن من؟ لا، أنتم المسلمون، يعني هم أحسن منا. من الذي يحكم؟ هل نحن نحكم عليهم أو هم يحكمون علينا؟ لا، إنما الحكم لله عز وجل، هو الذي يفصل بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. لكن نقول في هذا التقرير عدد من السلبيات. الكلمة التي تكلم بها المستشار بسيوني الذي استمع إليها ظن أنها عملية إدانة للبحرين، لم نرى فيها شيء، يعني يذكر شيء مما في التقرير نفسه، وإنما كل ما يتعلق بالدولة وانتهاكات الدولة وإلى آخرها. من الذي قاد هذا التأزيم؟ هل الدولة هي التي قادت؟ أم أولئك تلك القوى هي التي قادت؟ ركز في كلمته على انتهاكات حقوق الإنسان التي بدت من بعض أفراد قوى الأمن في حق المتهمين أو بعض القضايا القانونية. لكن لا يجوز لنا أن ننسى ما قامت به قوى الأمن ليلاً ونهاراً من أجل المحافظة على البحرين ومن أجل الدفاع عن البحرين. تحية لرجال الأمن. كم عدد الإصابات فيهم؟ أكثر من 800 إصابة. كم عدد القتلى منهم؟ كل هذا العمل الذي يقومون به مع ضبط النفس أكثر من شهر واحد، كانوا في شهر فبراير إلى مارس ليس في يدهم سلاح، وإنما كانت صدور فقط يدافعون فيها عن البحرين، وكانت قوى التأزيم تعمل على ضربهم وعلى تكسير سياراتهم. فهل كان العنف في ذلك الوقت من قوى الأمن أم كان منهم؟ بل كان منهم، ولكن كثير من الناس لا يعرفون هذه الحقيقة. لم يذكر في كلمته ما تعرضت له بقية مكونات الشعب البحريني إلا على استحياء، ومر عليها مرورا سريعا. يلاحظ أن هناك فرق بين النسخة العربية من التقرير والنسخة الإنجليزية من التقرير. وعلى سبيل المثال، بعض الفقرات في النسخة العربية يتكلم عن العلم ذي 12 سن، يعني 12 سن يعني شمات من الإمامية الاثني عشرية.
تكلم عنها في موضعين في اللغة الإنجليزية غير موجودة. سؤالنا: أي النسختين هي الأصل، العربية ولا الإنجليزية؟ وهذا لابد أن نكون على وعي منه. إن كانت النسخة العربية هي الأصل، فلماذا لم تتم ترجمتها في اللغة في النسخة الإنجليزية؟ لأن النسخة الإنجليزية بيقرونها ناس آخرين، أما النسخة العربية بيقرونها العرب وبيفرحون. إذا كانت النسخة الإنجليزية هي الأصل، فلماذا جاءت الزيادة في النسخة العربية دون النسخة الإنجليزية؟ هل هي للتمرير علينا يأكلون يعني بعقولنا حلاوة على ما يقولون إخواننا؟ أم يقول لا والله ثنتين هم أصل، يقولون النسخة العربية والنسخة الإنجليزية أصل، كلهم أصل، يقول بتدخلونا فيما فعلت به بريطانيا في قرار الأمم المتحدة 242 عندما تحدثت عن انسحاب إسرائيل من الدول التي احتلتها. في اللغة العربية يقول على إسرائيل أن تنسحب من الأراضي العربية التي احتلتها. في اللغة الإنجليزية ايش يقولون؟ على إسرائيل أن تنسحب من أراض عربية احتلتها. وصارت عليهم مشكلة. الظاهر أن الأحابير السياسية بعد بتدخل عندنا في التقرير، وهذا ما لا نرتضي به، ونريد تقرير مفصل وواضح وتتطبق فيه اللغة العربية النسخة العربية مع النسخة الإنجليزية، ولنا موقف بعد أن يتراجع هذه النسختان. ولنا موقف مما جاء في التقرير والتوصيات. نرفض رفضا كاملا ما توصلت إليه اللجنة من نتائج مفادها أنها لم تجد أدلة على تورط النظام الإيراني في الاحتجاجات الفئوية التي عصفت بالبحرين. سبحان الله، ما حصلت في التقرير. يقولون إن الدولة لم تقدم الأدلة لأن فيها بعض الوثائق التي تتعلق بالقوى الأمنية، بقوى الأمن، بالأمن الداخلي القومي. سبحان الله، نحن نحمل الدولة الحكومة بجميع أجهزتها الإعلامية والأمنية مسؤولية هذا التقصير، وما أكثر القصور لدى حكومتنا. فهذه الأدلة لم تكن قاصرة على الوثائق الأمن القومي التي امتنعت الحكومة عن تقديمها، وقد كانت هناك تصريحات سياسية على ألسنة المسؤولين الإيرانيين على جميع المستويات، إضافة إلى محاولة تأليب الرأي العام الإقليمي والدولي بالمبالغات الكاذبة، تسخير قنوات فضائية تابعة إلى إيران لترويج المعلومات الكاذبة، توجيه المشاغبين وتقول لهم روحوا المكان الفلاني، تنشر خطط ما يفعل هنا. هذا ماذا نسميه؟ هذه ما بدلة؟ كان يمكن أن يقدمونه ولا لا؟ وين أجهزة الإعلام؟ وين قوى الأمن؟ وين الاستخبارات؟ كل هذا ما استطاعوا أن يقدموه حتى يطلع البيان أنه كأنه يبرئ إيران من الأزمة التي نحن فيها. هم منذ ذلك الوقت وإلى اليوم، اليوم قائد فيلق القدس التابع للحرس الوطني يتكلم عن البحرين، لو يقولوا البحرين بتصير إيرانية، وبتقول يقولون إن مصر أيضا بتصير إيرانية، وليبيا بتصير إيرانية. هذا نوع من الغرور، وكل ما جاء الغرور في النهاية إن شاء الله يقتل صاحبه. التوصية أيضا بأن
يعاد النظر في الأحكام الصادرة عن القضاء البحريني. هذا أمر مرفوض لأن فيه تدخل في القضاء مساس باستقلاله، وهذا ما نرفضه في التجمع جملة وتفصيلا. إذا توفرت الضمانات للمتهمين وتوفرت الضمانات كلها ثم بعد ذلك حكم القضاء بشيء، فهل نعترض على القضاء؟ لا يجوز لنا أن نعترض على القضاء، فلا سلطان على حكم القضاء، فله كلمة الفصل من حيث تكييف الوقائع والحكم بالإدانة أو البراءة، والقضاء هو من يقرر العقوبة المكافئة للفعل المجرم طبقا للقانون. ماذا سيستفيد المجتمع من تخفيف الأحكام؟ المشكلة الرئيسية عندنا أن نحن مخففين الأحكام من قبل. خلال 10 سنوات العفو الذي أصدره جلالة الملك، ما الذي وصل؟ وصل يعني يزيدون في العنف، يزيدون في التخطيط ضد البحرين. وبالتالي هل أيضا نقول لهم عقب ما خربتوا البلد وتريدون أن تخربوها بعد بنخفف عنكم؟ هذا ما لا يجوز، أي حكيم يمكن أن يفعل ذلك؟ لكن نرجع مرة ثانية، منظمات حقوق الإنسان، منظمات حقوق الإنسان تريد أن تصل إلى ما تريد، هي لا تريد صالح الناس. يعني إحنا شنو العرب؟ يعني دمنا يعني دم بسيط، الأفارقة شيء، يعني إيش مهمتهم في الدنيا؟ يقيمون المشاكل في العالم ويقتل الآلاف المعلفة من ورائهم هم، لأن نحن ما لنا قيمة عندهم. لكن نقول لهم نحن نعرف قيمة أنفسنا، نحن نعرف قيمة أنفسنا، ولذلك لا نريد من منظمات حقوق الإنسان أن تتدخل في الأحكام التي يصدرها القضاء بأي حال من الأحوال. تكبير تكبير تكبير. هناك دعوة إلى أن يكون تدريب رجال الضبط والنيابة والتحقيق من قبل أناس وخبراء أجانب، هذا ما نرفضه. أن يفرض علينا من أي مكان أشخاص ليدربوا أمر مرفوض، لأن هذه وسيلة للتدخل الأجنبي في توجيه قضاتنا ورجال النيابة ورجال التحقيق ورجال الضبط، وهذا ما لن نسمح به ونرفضه رفضا تاما. ولذلك نقول لجلالة الملك وللحكومة لا تقبلوا، ونحن لن نقبل بأي خبير، ربما يكون خبيث يعني أحيانا، لأن ما أكثر الخبراء عندنا وتبين أنهم خبثاء. فباسم خبراء لا، نريد نحن الذين نختار ونحن الذين نتعاقد من أجل الوصول إلى أداء أفضل في الضبط والتحقيق والنيابة والقضاء. إخواني وأخواتي، كلمة أوجهها للذين وقع عليهم الظلم عقب ما سمعوا كلمة بسيوني، شلون هذه صار؟ شلون هاللون؟ احنا اللي صارفيننا وصارفيننا وصارفيننا، احنا اللي طقونا، احنا اللي طقوا بيوتنا، كسروا سياراتنا. اقول الان تتكلمون؟ اين انتم؟ لماذا لم تسجلوا؟ لماذا لم تسجلوا هذه الوقائع؟ لماذا لم تتصلوا باللجنة؟ اذا كان واحد منهم يقولون راحت الى اللجنة تشتكي امامها، شو المشكلة؟ قالت ان عندي شوية دياي
في البيت، والغاز المثير للدموع أثر على دياي مالها. يعني إلى هالحد يروحون، وإحنا اللي جرحوا منا، والفزع اللي حصل عندنا، تكسير السيارات غيرها، سكتنا ويانسنا في بيوتنا. اليوم من حصل له مثل هذا يأتي يقول هلون صار التقرير، أقول من السبب كان فيه أنت اللي ما رحت تسجل. التجمع قام بدوره بتشكيل لجنة حقوق الإنسان، استقبلت الشكاوى، استقبلت أكثر من 7000 شكوى وأرسلتها وقدمتها إلى لجنة تقصي الحقائق، واستقبلت لجنة تقصي الحقائق أكثر من 300 حالة من الحالات. ولكن اللي جلس في بيته ويتريى القضاء يحكم له أو بسيوني يحكم له، أعتقد هو إنسان غلطان. إخواني وأخواتي، نحن كنا معكم ننتظر صدور هذا التقرير. أما قوى التأزيم السياسي فقد شحنت الناس ضده وطعنت في شخصياته وحياديته قبل صدوره، واليوم يتضح الدور الانتهازي الذي يمارسه البعض في التشبث بأجزاء من التقرير وترك أجزاء أخرى بانتقائية تؤكد على توجه طائفي فئوي غير وطني لا يسعى لمعالجة الأزمة بل للاستفادة منها على حساب الوطن. أيها المواطنون الكرام، أحب أن أشير إلى قضية مهمة جدا. لجنة تقصي الحقائق تتكلم في مشكلة فرعية، وإحنا عندنا مشكلة أساسية هو لم يكن من اختصاصها، فلا يشغلنا بالمشكلة الفرعية وننسى إحنا المشكلة الأساسية. لأن الكلام عن انتهاكات حقوق الإنسان أي حقوق المتهمين هذه قضية فرعية. المشكلة التي نحن نعيش فيها، هذه الأزمة التي قادوها والتي أشعلوها في بلادنا، هذا ما يجب أن نركز عليه. نعم، نحن نقر بوجود انتهاكات بعد أن أثبتتها لجنة تقصي الحقائق، ونؤكد مع اللجنة على وجوب معالجتها بجميع الوسائل، لأن ذلك ضمانة ليس لهؤلاء المتهمين فقط، وإنما لكل متهم، لا اليوم وإنما اليوم وغدا إن شاء الله تعالى. فنريد الحق لكل إنسان حتى وإن كان جانيا، لكن لا يكون على حساب الآخرين. إذا كانت اللجنة قد أثبتت وجود انتهاكات لحقوق الإنسان مع المتهمين في هذه الأزمة، فإنه من المؤكد حدوثه مع متهمين آخرين في غير هذه الأزمة. ونحن في التجمع نطالب بأن يأخذ كل مواطن حقه غير متعتع، وأن يعامل معاملة عادلة في حالة الاتهام الموجه له، وتعطى له جميع الضمانات القانونية ولا يستغل جهله. وهذه مشكلة موجودة عندنا، لما واحد يأخذونه إلى مركز الشرطة على سبيل المثال أو يقبض عليه، أحد يقول له ترى أنت حقك كذا وكذا، حقك أن يكون لك محامي معك، حقك أن يكون لك حرية معينة، ما حد يقول له. إحنا نحتاج إلى أن نطبق هذه الأحكام على الجميع. أي واحد يقبض عليه يحقق معه، نقول له ترى حقوقك القانونية في الإجراءات هي كذا وكذا وكذا، ما بس المسكين جاهل ما يعرف، يروح يوقعون على أوراق وبعدين يتهمونه بها. نطالب جميع من انتهكت أي من حقوقه الإنسانية التي أقرتها القوانين المحلية والعالمية أن يرفع صوته بالشكوى عاليا ويوصلها إلى جميع المنظمات الحقوقية الرسمية والأهلية والدولية. نقول في نهاية الحديث عن التقرير، الحكومة اعترفت بما صدر من أفرادها من أخطاء وتعهدت بمراجعة أخطائها، فهل
سيعترف كل من أخطأ في حق الوطن وفي حق المواطنين والأجانب بأخطائهم؟ هل عندهم، هل لديهم الشجاعة أن يقولوا نحن أخطأنا في حق الوطن؟ هل عندهم الشجاعة أن يقولوا إحنا أخطأنا في حق المواطنين؟ هل عندهم الشجاعة أن يقولوا إحنا أخطأنا في حق الأجانب؟ لماذا؟ لأنهم لا يريدون الحق وإنما يريدون الباطل. إذا كانت عندهم شجاعة فليعترفوا بأخطائهم وليراجعوا أنفسهم إذا كانوا يريدون أن يعيشوا مع الناس عيشة سوية. الأمر الثالث الذي يريد أن أتحدث عنه مطالب عامة، مطالب شعبنا تكلمنا عنه في كل اللقاءات الماضية. اليوم نحتاج إلى مطلب عام يحصل فائدة الجميع، نخدم فيه البحرين كلها. يعني لا نفكر في جيبنا أو حسابنا في البنك أو الدين اللي علينا في البنك، كل واحد بالدين يعني هاي موجود صحيح، لكن إحنا اليوم نبي مستقبل واعد للبحرين. ولذلك نطالب الدولة بتولية الشباب المؤهلين من أصحاب الكفاءات العلمية والعملية المناصب والمسؤوليات. نطالب الدولة بتولية الشباب المؤهلين من أصحاب الكفاءات العلمية والعملية المناصب والمسؤوليات مع الحرص على تقييم أعمالهم تقييماً موضوعياً حتى يشاركوا في بناء هذا الوطن والدفاع عنه. متى نعطيهم المسؤولية؟ لأن صار عمرهم 50 سنة، خليهم هم صغار يتعلمون يتحملون المسؤولية، فأليسوا هم الذين سيحملون ويدافعون عن هذا الوطن؟ إذن لابد أن من الآن ندربهم على تحمل المسؤولية. الأمر الثاني والمهم جدا أيضا، نطالب الحكومة بالمحافظة على أموال الدولة. نطالب الحكومة بالمحافظة على أموال الدولة وممتلكاتها في وزاراتها وهيئاتها وشركاتها من الفساد المستشري. هناك الرشوة، السرقة، النهب في أموال الدولة، الحلب مثل ما تحلب البقرة، كل هذا يحدث ويمرر خلال تغطيات تعتمد على قوانين غير محكومة بضوابط ومعايير محاربة الفساد. تذهب لحساب من؟ تذهب لحساب أفراد، أفراد محتاجين؟ لا، أغنياء، ولكنهم يريدون أن يكنزوا المال. مال من؟ المال العام. المال العام لمن؟ لكل الشعب. ولذلك لا بد من أن تأخذ الدولة بالحزم للقضاء على هذا التسيب في المال العام حتى نوفر الميزانيات اللازمة لإقامة المشروعات الإسكانية والخدمية، كما يساعدنا على أن نتجاوز وأن نعالج الدين العام. يمكن أذكركم بشيء، لما طلعت الزيادة اللي قالوا 37% وطلعت بعضهم ما حصل 3%، سبحان الله، يعني على الأقل قول المعدل، يعني تأخذون الفوقي وتنسون المعدل ولا الوسطي، قولوا من 3% إلى 37% ما عليه مقبول. لا، يتكلموا قدام الناس، أوه فيه عندنا زيادة 37%، والله الناس كلهم استراحت، قالت خلاص 37% يعني أكثر من الثلث، إذا إحنا خلاص بنعيش في رخاء وفي تبات ونبات، ويجيبون أيضا الإمام الزوجين أولاد وبنات. وفي الأخير شو اللي صار؟ تمخض الجبل فولد فأرا. لكن ببالكم عاد لكن في كلام قيل الناس ما انتبهت له،
قالوا ترى الدين العام بيزيد. يعني شنو الدين العام بيزيد؟ يعني ترى اللي عطيناكم ديون عليكم للمستقبل، ديون على الدولة في المستقبل. نقول طيب أموال الفساد، الرشوة، الحلب اللي تحلب فيه الهيئات والحكومة وشركات الدولة، والأموال السرقة والنهب، لو حطيتوا عليها رقابة بتوفر لنا الكثير. بنسوي بها خدمات إسكانية، بنسوي بها بنعالج الدين العام. لما نسكت وإحنا نشوف هذه الأموال وهذا الفساد المالي ونسكت عنه، فأعتقد أن هذا غير مقبول. وأكفان كفاية ما ذهب من أموال في الجيوب، الآن نقول انتبهوا إلى المستقبل. الشعب يريد إصلاح النظام. الشعب يريد إصلاح النظام. الأمر الأخير الذي أريد أن أتكلم معكم عنه، أن نحن إلى متى سنبقى في هذه الأزمة؟ لا يجوز لنا في هذه الآونة أن نقف مكتوفي الأيدي متفرجين على ما حدث من الأزمة لمجتمعنا، بل نرى واجبا علينا في تجمع الوحدة الوطنية أن نبحث عن حل لما وقع، سواء وقع بحسن نية أو بسوء نية. فإننا مأمورون شرعا كمؤمنين ومسلمين أن نكون رحمة للعالمين كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى بالرحمة يرحم بعضنا بعضا. نؤكد على سعينا في تجمع الوحدة الوطنية لوحدة الصف، وحد صفوفنا، ومد اليد لجميع القوى السياسية التي كانت معنا وهي منا ونحن منها، مهما قيل أو أثير حول علاقاتنا بعضنا ببعض. نختلف في الرؤية، نختلف في الأشخاص، لكن ما نختلف على حبنا لوطننا وعلى أن نعمل جميعا من أجل الوطن.